السياسة. قد يكون من البلاهة أن نصبح عكس الطيار السائد شعبيا وإعلاميا، ولكن نقولوا اللي علينا. وقد يكون من العبث أن تحدث شعبك الكريم عن نقائص وإخلالات عديدة تحدث في جمهوريته جديدة. ساعة واحد يبدأ مخمر وتجي عندي مش تفيفه يضربك يقول لك بعد عليه. ما علاش نتعبوا في رواحنا وننقدوا ونحاولوا نوعيه، أما بعد كي ترجع له يرجع له شاهد العقل يعرف أنت ايش عمل، ما نسجله في موقف. طبعا نقدر مليح أنه بعض الكلام قد يفسد فرحتكم أول أيام دستور شهد مبروك علينا يا ربي، ونعرف جيدا أنه جزء من شعبنا الكريم بمواطنيه بسياسيين بإعلاميه بالنخب متاعه يا ولدي، لا ونعرفوهم الكلام من كل قصعة من كل قصعة يك، ونعرف مليح الفئة اللي على حسن نية نتصور ورطتنا فيها 2011 و14 و19 و21. أذوكم الناس اللي مشت صوتت هي بيدري صوت قلب تونس، وهي بيدري صوت تنيدة تونس، وهي بيدري صوت للنهضة. طبعا دون نسيان الناس اللي حكى عليهم نجي جلول في استفتاء 2022 واللي هما نفسهم تقريبا من 2011. حكي مع الدستور والله يشوفك ال 25% و 30% لهم تنعم، ولا هذوك من الحبار 30% من الحبار. عندك آلاف الموظفين يمشي الإدارة يعرف الله القواد تعرفه وعرفه ولا أخضر، احنا بتعرف تونس العروفات الكل مخضروا عارفه أخضر، يشوف عنده الحبار بكهو كما جاش فمك الحبار رحنا في 10%. معمر عاد أنه برشا من خبير ما القاوش كون يختاروا، يعني كما قال حاتم المليكي نقلا عن مواطن قابله في قهوة، نفس المواطن اللي قابلوه تقريبا سياسيين الكل. أكبر حاجة خايبة في هذه الانتخاب أنه قال لي واحد مرة في قهوة وعجبني مواطن بسيط قال لي خيتو أنتم جبتونا ورد مش نختاروا بين الياسمين والفل، تي ما جبتوا لنا الثوم وبصل وقلتوا نختاروا من بينات، كي احنا نجوا مسؤوليتنا كمواطنين اختارنا بين الثوم والبصل، طلع بصل مشى بصل طلع ثوم طلع ثوم. نفس المواطن هذاك قال لي لحاتم المليكي قال حاجه غريبه، اقتنعوا بحاجه اي تونس نجم تولي دبي بشكل ذا، اذا كنت قد روحك نجم عندك ديزاتو مش بشرط هي تمشي كيما دبي، تنجم تمشي كيما كوريا، تنجم تمشي كيما سنغافوره، تنجم تمشي دول اخرين. سمعت سي وليد سي حاتم شنو قال؟ لا علينا، يبقى ديما حلم مشروع سي حاتم والغيره، لكن نرجعوا للواقع، الواقع اللي قاعد يتغير ديجا، ولا انا غلط سي وليد الجلات؟ بارك الله، معناتها تقريبا تبدلت البلاد او قالوا كيف ما تبدل شيء يا تونس. وين سمعتوا الكلام هذا قبل؟ وين سمعتوا وقتاش؟ قالوا الرئيس في 2017. المشكل في اننا لم نقبل وحين يعني لم يقبل كل طرف بالطرف الاخر بالتعايش معه، اذا لم يقبل كل طرف بان يتعايش مع الطرف الاخر فاننا سنعود الى المربع الاول، وسيعود الدستور الى اداه من ادوات الدكتاتوريه وال استبداد تحت عباءة الدستور. انظر ماذا وقع في مصر، هل تغير الوضع بوضع الدستور الجديد؟ لحظة ساعة، شبيك جاي مأخر سي وليد جلات؟ اعتذر على التأخير. عذرك مش مقبول سي وليد، والريتم متاعك هذا ما يتمشاش راه مع المرحلة الجديدة. ما قالوا الإصلاح والتنظيف والتطهير. الكلمات هذه متاع التطهير والتنظيف والإصلاح سمعناها في 2012 و2011. هاي بعد 10 سنين قلتوا سودة يا تونس. هنا عنا تو سنة ضوئية الأولى، وماشيين في السنة الضوئية الثانية، تبارك الله تونسي من كثر الضوء اللي خارج في السنة الضوئية هذه ما عادش يرى. وزيد تخيل كان تترشح وترجع للبرلمان، عارفك جديد راهو صعيب، معناتها ما يحبش لا روتار ولا غيره. مش مازال ما عاد على الانتخابات اقل من 4 شهور، عارفيني باش ننجح نجاح ساحق بحول الله، وعارفيني باش نوصل نشد الفولون نقعد على الكرسي اللي قعد عليه الفاسد الغنوش، باش ننظفك الكرسي هذاك نغزته بالجفال وبعد نقعد عليه الكرسي هذاك، وساترأس مجلس النواب باذن الله، سأحقق فوزا كاسحا. اي ماكش غلط، هو نفسه اللي الدولة برئيسها بوزير الداخلية يجري وراه يحبوا يشد منصب البلاد. وها نزيد نقول لكم، هو قيس سعيد يسمع فيه وزير الداخلية يسمع فيه، قسما بالله المناصب قدامي كيما 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 الماء. قلت لهم لا، وعد نفس الانتخابات. وماشي بالهم ثورة ولا بدستور باش تبدل طبيعة التوانسة. قالوا جبتوا لنا ورد باش نختاروا بين الياسمين والفل. يا صديقي قبل 2011 وبعد، وقبل 2021 وبعد، وما فما كان كيما جبتوا لنا الثوم وبصل وقلتوا نختاروا من بينات. بدلوا دستور، بدلوا قانون انتخابي، بدلوا البنية متاع البرلمان، هذوكم نحن غير فقط نكابروا ونغلطوا في رواحنا، وبعض السياسيين يحاولوا ديما يبرونا. لن يتغير شيء في المشهد السياسي القادم، أي ما بعد الانتخابات التشريعية اللي مازال علينا عليها شفوي حتى توا. وبالطبيعة شخصيا نحكي على التشريعية فقط، لأنه الرئاسية من حياة 2024 ولا بعدها، المهم مش قبل كيف ما طالبت عبير. بعثنا له محضر التنبيه، طلبنا منه في النقطة الأولى أنه يعلن الشغور
في موقع رئاسة الجمهورية، ويعتبر نفسه بمثابة القائم بمهام رئاسة الجمهورية، ويدعو فورا إلى انتخابات رئاسية. وحتى كان تصير انتخابات رئاسية مبكرة لن يتغير شيء. اللهم فما واحد عاد الهابي سرحان الناصري، واسمع كلامه مش كما عمل لسليم الرياحي. علاش ما يعتذرش سرحان الناصري؟ على شو نعتذر؟ أنت جزء من هذه المنظومة اللي تسب فيها. كيفاش منظومة؟ هل أنت تكون من منظومة سليم الرياحي؟ لا. كيفاش ليه؟ ليه قعدنا كل مرة نعود فيها الحكاية يا ولادي، راهو سليم الرياحي صديقي صحيح، خدمت صديقك معاه في الشركة، خدمت معاه في الشركة وساعدته في أفكاره السياسية. لا لو كان جاي يسمع كلامي في الأفكار السياسية راهو ماهوش البرا اليوم، وراهو يحكم اليوم. سي وليد ما هو مازلت معايا؟ ها سمعت سرحان شقال قال هيك هو عاد توا شكون قال مش عكس ريسارسا؟ فقط بعد التخميره، استحفظوا على بلادكم وعلى صواباكم. وبر قداش من اسبوع باش تقصوه؟ قداش من اسبوع قصيتوه؟ اسبوع هذا مش قصوا قص، قصيت له للثاني الثالث يتوين ماشيين واخذ ورقه بالبلاد.